أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن عند موعدنا، فهل أنتم جاهزون للدرس؟ من الموضوعات المهمة التي تشكل أسئلة البناء اللغوي البلاغة، ولعلك تتساءل ماذا علي أن أحضر في هذا الإطار؟ فالبلاغة تتشكل أساساً من الصور البيانية والمحسنات البديعية وعلم المعاني والذي نأخذ منه فقط الأساليب. فتابع معي عزيزي الطالب اليوم لتكتشف الموضوع الأول من البلاغة، وهو بلاغة الصور البيانية. لو أنني أردت أن أصف بلدي الحبيب الجزائر بالجمال، فأمامي طريقتان. الطريقة الأولى أن أعبر مباشرة بقولي الجزائر جميلة، وهناك طريقة أخرى وهي أن أتخيل هذا الجمال في صورة ناطقة، فأقول على سبيل المثال الجزائر جنة. فلعلك اكتشفت الصورة، فالجزائر جنة بجمالها، فأنا هنا أكون قد وظفت صورة بيانية. فما هي يا ترى؟ إنها التشبيه. وللزيادة في الإيضاح تابع معي عزيزي الطالب وانظر معي إلى قول الإمام البصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فما هو المعنى الذي أراد أن يعبر عنه الشاعر؟ أراد الشاعر أن يقول: النفس البشرية يسهل التحكم فيها إذا توفرت الإرادة. فبحث عن صورة تجسد هذا المعنى فوجدها في الرضيع. فالطفل الصغير أي الرضيع، إذا نحن أهملنا فصاله وعودناه على الرضاع فيصعب علينا بعد ذلك فطامه، ولكننا إذا ما فطمناه فهو يستجيب للفطام، وبالتالي فالنفس تشبه هذا الطفل الصغير. عد معي إلى البيت وحاول أن تحدد أركان هذا التشبيه. لعلك اهتديت إلى: النفس مشبه، الطفل مشبه به، الكاف أداة التشبيه، أما وجه الشبه إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فهو تشبيه توفر على أركان أربعة، فكيف يمكن لك أن تسمي هذا التشبيه؟ نسميه تشبيه تام أو مرسل مفصل. لماذا هو مرسل؟ لأن أداة التشبيه موجودة. ولماذا هو مفصل؟ لأن وجه الشبه موجود. فإذا توفرت جميع الأركان نسميه إذن تشبيه تام أو مرسل مفصل. ويجب أن تكون الصفة أقوى في المشبه به، فهنا التحكم اليسير يكون مع الطفل، فهذه الصفة إذن توفرت وبقوة في الطفل الرضيع. الآن لاحظ معي قول الشاعر أحمد شوقي في الإمام محمد عبده: يا ناشر العلم بهادي البلاد، وفقت نشر العلم مثل الجهاد. ما هو المعنى الذي أراد أن يعبر عنه الشاعر؟
العلم ونشره عمل نبيل، وهو رسالة سامية. فلم يجد الشاعر أمامه من صورة معبرة أكثر وأفضل من تشبيهه بالجهاد، ولهذا تمعن معي وحاول أن تحدد أركان التشبيه. لعلك اهتديت إلى المشبه وهو نشر العلم، كما اهتديت إلى المشبه به وهو الجهاد. وأما الأداة فهي مثل، فإذا كانت في المثال السابق تجسدت في حرف الكاف فإنها هنا عبارة عن اسم، لأن أدوات التشبيه تتنوع من أولا حرفان وهما الكاف وكأن، ثانيا الأسماء ونذكر منها مثل، مماثل، مشابه، وأفعال ونذكر منها يشبه، يماثل، يحاكي، يضارع، يضاهي. الآن عد معي مجددا إلى البيت ولاحظ، مشبه، مشبه به أداة التشبيه. ما هو الركن المحذوف هنا؟ هو وجه الشبه. إذن فيما يختلف هذا التشبيه عن التشبيه السابق؟ يختلف عنه في حذف وجه الشبه، فكيف نسميه إذن؟ نسميه تشبيها مرسلا مجملا، مجملا لأن وجه الشبه محذوف. الآن لاحظ معي، فقدوا مآربكم عجالا إنما أعماركم صفر من الأصفار. ما هو المعنى الذي أراد الشاعر أن يعبر عنه؟ أراد الشاعر أن يقول أن عمر الإنسان قصير، له بداية وله نهاية، فعلى الإنسان أن ينتهز الفرصة ليحقق مآربه وما يصبو إليه في هذه الحياة. فلم يجد الشاعر صورة ناطقة ومجسدة لهذا المعنى إلا من خلال التشبيه، والذي تمثل في قوله أعماركم صفر، أعماركم صفر. حاول معي عزيزي الطالب أن تحدد أركان هذا التشبيه. أولا العمر مشبه، صفر مشبه به، فما هي الأركان التي استغنى عنها الشاعر؟ لقد استغنى الشاعر عن الأداة كما استغنى عن وجه الشبه، فصار المشبه والمشبه به في درجة واحدة، فهما واحد، العمر صفر، لأنهما اشتركا في جميع الصفات. فكيف نسمي هذا التشبيه؟ نسميه تشبيها بليغا. لماذا هو بليغ؟ لأننا حذفنا الأداة كما حذفنا وجه الشبه، فلم يتبقى من هذا التشبيه إلا طرفاه، وهما المشبه والمشبه به، وهو أبلغ أنواع التشبيه، ولهذا نسميه بالبليغ. الآن لاحظ معي عزيزي الطالب، والورد في شط الخليج كأنه رمد ألم بمقلة زرقاء،
حاول معي أن تحدد أركان هذا التشبيه. لعلك اهتديت إلى المشبه، وهو خليج أزرق يحيط به ورد أحمر. الآن المشبه به وهو عين زرقاء أصيبت بالرمد ولون الرمد أحمر. فوجه الشبه بين الصورتين هما الزرقة والحمرة. الآن تمعن معي جيدا ولاحظ الفرق بين التشبيهات السابقة وهذا التشبيه. لعلك لاحظت أن وجه الشبه هنا منتزع من متعدد، ولهذا كيف يمكن أن نسمي هذا التشبيه؟ نسميه تشبيه تمثيل، لأن وجه الشبه منتزع من متعدد. لقد حاولنا عزيزي الطالب أن نراجع معك أنواع التشبيه، وقد مرت بك في هذا الدرس هذه الأنواع: مرسل مفصل، مرسل مجمل، ثم بليغ، ورابعا تشبيه تمثيل. وهناك تشبيهات أخرى، ونذكر على سبيل المثال التشبيه الضمني، وهو نوع من التشبيه لا نعثر فيه على الأركان بالصورة المعروفة في التشبيه العادي، بحيث يمكننا أن نتعرف عليها فقط من خلال المعنى ومن خلال المضمون. وخذ معي مثلا قول المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فلقد شبهنا الإنسان الذي يتعود على الإهانة فما يشعر بها أبدا بالإنسان الميت الذي لا يشعر بالألم. فبعد أن تعرفت على أنواع التشبيه، دعنا الآن نتعرض إلى بلاغته. فالتشبيه مثل ما ذكرنا سلفا صورة بيانية، وحين أقول بيانية يعني أنها تساهم في تحديد المعنى، فهي مهمة بالنسبة للتعبير عن أفكار الشاعر وعن عواطفه. ويمكن أن نجملها في قولنا: التوضيح والتوكيد ونقل المعنى المجرد إلى المحسوس وتمكينه من القلب والعقل معا، كما يؤثر في النفس ويحركها. والآن تابع معي عزيزي الطالب لنتعرف على الصورة البيانية الثانية. يقول الشاعر القروي: أقول لنفسي كلما عضها الأسى فآلمها صبرا، ففي الصبر مكسب. حاول معي أن تحدد الصورة المطلوبة، فلعلك اهتديت إليها، لأن الصور البيانية هي خيال. وحين أقول الخيال يعني أنه لا يوافق الواقع ولا يوافق المنطقة. فلاحظ معي: عضها الأسى، عضها الأسى. الآن فكر معي مليا، الأسى هو الحزن، والحزن أمر معنوي، فهل يمكنه أن يعض؟ أكيد لا، فهي صفة لا تخصه، وإنما هي صفة من صفات الحيوان المفترس والمتوحش. الآن فكر معي، إذن ماذا قصد الشاعر من كل هذا؟ أراد أن يقول
أن الأسى في تمكنه من الإنسان وفي تأثيره على نفسية الإنسان يشبه الحيوان المفترس، فحاول معي أن تشرح هذه الصورة مجددا. شبه الشاعر الأسى وهو الحزن بحيوان مفترس بجامع الألم والتأثير والأداء، ولكنه حذف المشبه به وهو الحيوان وترك صفة من صفاته لتدل عليه وهي العض. إذن كيف يمكن أن نسمي هذه الصورة؟ لا شك أنك عرفتها، فهي الاستعارة المكنية. الاستعارة المكنية. الآن لاحظ معي قول الشاعر أيضا: أكرم بحبل غدا للعرب رابطة وعقدة وحدت للعرب معتقدا. فكر معي في العبارة التي تحوي الصورة. شبه الشاعر الإسلام الذي ربط بين العرب ووحدهم بحبلنا. أكرم بحبلنا. لعلك لاحظت أن الاستعارة هنا تختلف عن الاستعارة السابقة. إذا كنا في البيت السابق قد حذفنا المشبه به وتركنا صفة من صفاته لتدل عليه، ولكن الشاعر هنا صرح بالمشبه به وهو الحبل وحذف المشبه وهو الإسلام، فكيف نسمي هذا النوع من الاستعارة؟ لعلك أدركت أننا نسميها بالاستعارة التصريحية، لأننا صرحنا بالمشبه به ولم نحذفه مثل ما فعلنا في الاستعارة السابقة. إذن عزيزي الطالب، فشرح الاستعارة يقوم على توضيح الطرفين، أيهما ذكر وأيهما حذف وما هو الجامع بينهما. فحاول أن تراجع معي الصورة الأولى. شبه الشاعر الأسى وهو الحزن بحيوان مفترس بجامع الألم والأذى، فحذف المشبه به وترك صفة من صفاته وهي العض على سبيل الاستعارة المكنية. أما في البيت الثاني فقد شبه الشاعر الإسلام بحبل فحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. وخلاصة القول أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فإذا كان الطرف المحذوف هو المشبه به فهي مكنية، وإذا كان الطرف المحذوف هو المشبه في حين نذكر المشبه به فهي تصريحية. فبعد أن تعرفت معي على الاستعارة بنوعيها، ندعوك عزيزي الطالب للتعرف على بلاغتها. فالاستعارة دائما صورة بيانية، وكل صور البيان تساهم في تحديد المعنى وفي توضيحه، لأننا نسميها أصلا بالصور البيانية، فهي تدخل في تحديد المعنى وتساهم في الكشف عن أفكار الأديب وعن عواطفه. فلو عدت معي إلى الأمثلة السابقة، الأسى أمر معنوي
والإسلام كذلك، ولكننا جسدنا هذا المعنى في الحيوان وفي الحبل، وهي أشياء مادية. وعادة ما يفهم الإنسان الأمور المادية قبل المعنوية، ولهذا نقول أن الاستعارة تساهم في تجسيد المعنى أو تشخيص المعنى في صورة محسوسة، وبذلك تزيده وضوحا وتقريبا من الذهن. ولا تنسى عزيزي الطالب أخيرا أن السؤال في البكالوريا في العادة يرد على هذا النحو: اشرح الصورة وبين بلاغتها. فشرح التشبيه يقوم أساسا على تبيان الأركان، أما شرح الاستعارة فيقوم أساسا على تبيان الطرف المحذوف والطرف المذكور. إلى هنا عزيزي الطالب ينتهي درسي معكم لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة المقبلة، فكونوا معنا لأننا سنواصل معكم بقية الصور البيانية.